هل يرفع القرآن إلى الله إذا ترك مثل التوراة والإنجيل؟ في آخر الزمان ينزع القرآن إذا تركه الناس وعطلوه، نزع من القلوب ونزع من الصحف، فيصبح الناس لا أحد يتلو شيئا من القرآن ولا يوجد في الصحف شيئا، بيضاء بلا كتاب بلا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، من هدى وإلى هي يعود.